الو، الو، اهلا اهلا بصاحبه انجح فكره مجله. طب اقول لك ايه بقى، انا فاتحه السبيكر ومعايا انجي وصفاء وهند، يا ريت تقول اللي انت قلته لي من شويه. طب اولا ازيكم جميعا، ثانيا عايز اقول لكم الطبعه الاولى من المجله خلصت ومطلوب طبعه تانية. ايوه يا مجنونه يا مجنونه. كنت واثقه انت انجي؟ ايوه ما زلت واثقه. طيب في خبر تاني بس مش هقوله لكم دلوقتي لما نخلص شغل. وعايزكم بقى بسرعه تشتغلوا على العدد التاني، عايزه في خلال كام يوم الجايين لو سمحتوا. ان شاء الله. ده غير بقى ان حمزه البسيوني شهر انجي بشكل غير عادي. يا حسام انا عماله اقولها كلامنا من الصبح وهي مش مصدقه. مش مهم، المهم ان العدد الجاي يبقى اقوى من العدد ده. اكيد طبعا. وانا منتظر. هزمتوني كلكم، مبروك. مبروك علينا يا استاذ. يلا باي باي يا استاذ. باي يا اساتذه. باي. طب انا عندي بقى تصور للعدد التاني. وانا كمان. أنا عملت تحليل دقيق لنقاط القوة والضعف في العدد الأول. شايفين في اللغة العربية؟ الله العربية. الله. المهم لقيت إن أضعف موضوع عندنا هو موضوع رجل المال. يعني أنا حاسة بصراحة إن هو المفروض يكون أقرب للناس. سواء بقى بالصح أو الغلط اللي عمله. يعني بصراحة كده لازم يكون في وضوح أكتر. حتى لو الناس عرفت هو مين. متفقة معاكي جدا. بس ده مش خطر؟ لا مش خطر. طالما المجلة سمعته بقى ليها اسم بالعكس ده هيزود قوتها. برافو عليكي يا هايدي. بصي أنا شايفة إن في توارد أفكار بينا هي. انا بقى هعمل لكم موضوعين بس العدد الجاي. ليه بقى ان شاء الله؟ اولا عشان هما موضوعين كبار. اول موضوع باب رجل الاعمال، هكتب لكم قصه عن رجل الاعمال هتقروا فيه اللي متخيلينه واللي مش متخيلينه. مين مرتضى البارودي؟ يا انجي ده راجل اتم قوي، انا ما بحبوش، قابلته مره في حياتي. طب انا عايز اعرف حاجه، انت اصلا تعرفي حد هناك هيديكي المعلومات دي؟ اعرف طليقته. ايوه صاحبتك يعني. طب عايزه افهم واثقه فيها ازاي؟ انا طليقته. بجد؟ الموضوع التاني بقى الريبورتاج. لا ما تقلقيش ده احنا سايبينهولك اصلا. افساد الذوق العام، كل بقى بتوع السينمات والكليبات والبوظان الرهيب ده. تبهريني. حلوه الفكره دي قوي يا انجي. تمام، يبقى احنا نشتغل زي ما احنا ونبدا على طول. اوكي يلا بينا. يلا بينا. انا ما اتاخرتش اهو. بيتر ايه يا عم، في ايه خضتني؟ بارك لي. مبروك. ايه خدت بطلان؟ ايه يا عم الفضايح دي، انا غلطان ان انا جيت لك؟ فضايح يا دي حاجه تتكسف منها يا عم، دي حاجه تفرح ترقص تزيط. انا كنت فاكر كده بس بصراحه بعد ما حصل بقيت مكسوف قوي. مكسوف ايه؟ قول لي بس خدت البطلان ده ازاي. بص انا مراتي مش مظبوطه نفسيا، يعني كان عندها مرض نفسي قبل الجواز وما قالتليش عليه. جبت اللي يثبت الكلام ده وعملوا لها كوميسيون طبي، النتيجة طلعت إنها فعلا مريضة، ورغم كده قعدت يجي سنة لحد ما خدت البطلان. طب وورقة الكوميسيون دي ينفع أي حد يضربها لنا؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ أه اتجننت، أنا أصلا مجنون يا عم، بلاش هي، أنا مريض نفسي. أنت بتهزر. لا مش بهرج، بتكلم جد، مريض نفسي وما عنديش علاج. عينك على طول على السجاير والمساعدين والناس اللي فوق والناس اللي تحت. مساء الخير يا اولاد. مساء الخير يا استاذ. عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. الزغلول استاذنك خليه يجيب لي شاي. شاي بسرعه يا استاذ. تعمل ايه؟ كله كويس يا استاذ. كويس؟ كله كويس. مبسوط منك جدا. الحمد لله. في مدير انتاج اسمه زغلول. نصيبه يا ريس. انا ما عنديش اعتراض بس هو اصله مش الموسم بتاعه. ولا يهمك يا استاذ، فداك يا استاذ. تخلص منه ازاي؟ بص. ايوه يا استاذ. اول ما يجيب لي الشاي تجيبه لي على طول. عيني يا استاذ. السلام عليكم استاذ. مالك يا استاذ؟ شهر. يا بني انا معاك معاك انا معاك. خليكي بقى انت هنا، اوعى تتحركي كده ولا كده. حاضر. اخشى يا ابني اخشى اخشى عليك.
زغلول بالراحة من فضلك. حاضر يا أستاذ، ألف سلامة عليك يا أستاذ. شكرا. ألف سلامة عليك. متشكر متشكر. سلامة أستاذ. خلاص متشكر جدا. لا 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 زغلول. نعم زغلول. نعم أستاذ. تحت تحت. حاضر يا أستاذ، حاضر يا أستاذ، ألف سلامة عليك يا أستاذ. ها تقلع الجزمة يا أستاذ. ما تتفلقش أقلع الجزمة. حاضر يا أستاذ. هنا يا أستاذ كده يا أستاذ. فوق هنا أهو. أه يا أستاذ حاضر يا أستاذ. ألف سلامة عليك يا أستاذ. بس ألف سلامة عليك. مدير إنتاج زغلول. مالك يا أستاذ؟ إيه يا أستاذ؟ عملت إيه يا أستاذ؟ إيه يا أستاذ؟ خلاص خلاص. ألف سلامة عليك يا أستاذ. إيه يا أستاذ؟ خلاص. إيه يا أستاذ؟ في إيه يا أستاذ؟ خلصت. ايه يا استاذ؟ خلصت ايه يا استاذ؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يا استاذ انت اهم عندي من الدنيا كلها. في ايه بس؟ خلاص اخشى هنا. خلصت يا اخي. خلصت. روح انت زغلول دلوقتي. حاضر يا استاذ. الف سلامة. الف سلامة. الف سلامة. عدل. اخشى. سلام استاذ. سلام. بتنسي ده؟ بيتك. لا 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 زين بجد ادائك بقى عشوائي جدا. انت بقيت تقلقني وما بتفهمش. معلش يا استاذ بس اندمجت في الدور. والله العظيم يا ابني انت كنت ناسي بجد. طب ما انا كنت بوصل بجد. ايه الغباء ده؟ حطيت الحاجه؟ حاجه ايه؟ يا نهار اسود. اوه الحاجه اللي قلت لك تجيبها حطيتها؟ آه. طب طلعت صوت إيه ده؟ إيه ده؟ كله تمام. فعلا؟ كله تمام يا ريس. طيب. ما هو ده اللي قلقني. متأكد كله تمام؟ ها؟ خلاص. ربنا معانا. دي كلها فقرات حمزة اللي عايزها. أنا كم مرة قلت محدش يشرب سجاير في البلاتو؟ كم مرة؟ فتحي. إيه يا أستاذ؟ عايزه اعمل اجتماع مع كل كرو البريال. ممكن تجمعهم لي كلهم دلوقتي؟ دلوقتي. كلهم؟ اه كلهم. تحتاجيني معاهم؟ بيتهيألي. تحب تشربي حاجه مع ال... يلا يا فتحي. البيت حالك. ليه في حاجه؟ لا عادي. هعمل اجتماع مع فريق البرنامج. عايزه اتكلم معاهم اشوف مشاكلهم. ما علينا. المهم ماهي هنا ودي فوزيه. المفروض ان حمزه هيدخل باول قضيه. عم رفعت روح الميتنج روم للاستاذه ايه. استاذي هستاذنك على الميتنج روم حالا. معلش استاذ سمير هستاذنك دلوقتي تروح للاستاذه ايه عشان عايزانا في الميتنج روم. حاضر. لا دلوقتي ضروري مفيش وقت دلوقتي. تصدق ابانوب معلش ممكن تسيب لي في ايدك ونروح الميتنج روم؟ استاذه ايه عايزانا. يا جماعه استاذنكم لو سمحتوا كل الناس اللي في البلاتو تروح على الميتنج روم حالا. استاذه ايه عايزانا في اجتماع مهم جدا ومفيش وقت. اللي في ايده حاجه يسيبها ويروح دلوقتي. استاذ خيري، استاذ ضاحي، استاذ جيمي، كله على الميتنج روم. شكرا يا جماعه. كلنا موجودين يا استاذ. تمام. ميرسي يا فتحي. على ايه؟ ازيكم يا جماعه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ تمام؟ الحمد لله. طيب يا جماعه انتوا عارفين ان احنا من اول ما ابتدينا البرنامج ما اجتمعناش مع بعض خالص. فانا يعني كنت حابه اتكلم معاكم واخد من وقتكم بس خمس دقايق قبل ما تبتدي الشغل. اوكي. زين استنى شويه يا استاذ منى بس انا بحب كلام الاستاذه. زين. نعم معليك. يلا روح. اروح فين معليك؟ دخلها البلاتور. اه ماشي. رايح فين يا زين؟ ها؟ رايح فين يا زين؟ المبوله يا استاذه. ايه؟ ما انت اللي سالتيه. انا اسف. لا خدي بالك. طيب يا جماعه انا كنت حابه طبعا اشكركم جدا جدا على المجهودات اللي انتوا بذلتوها مع اني باديه معاكم انا واستاذ حمزه من فتره قصيره جدا بس بصراحه بجد عملتوا مجهود جبار. فخلوني اسالكم ايه هي المشاكل اللي هي عندكم او اي حد عنده شكوى مني او من اي زميل؟ انا يا استاذ. ايه يا فتحي؟ المشكله مش معاك. انا مشكلتي مع زين. زين ريحته عماله يعني توحش يوم عن يوم. الموضوع بقى صعب. لسه معدي من جنبه ريحته عامله زي العيال اللي خارجه من الفصل في حصه العاب. انا على تم الاستعداد اجيب له شامبو شاور جيلو فوتو ليفتو كل حاجه بعد اذنك يا استاذ حمزه. طبعا ده طبعا مش موافق. ليه؟ اتجننت ولا ايه؟ زين لو استحمى انا امشيه فورا. حمزه انا بتكلم بجد. انا واخده كده على عيب. لا بجد يا جماعه حد تاني عنده اي مشكله؟ مشكله بجد يا فتحي. انا عندي مشكله بجد. لا تحت
امرك قولي. الحقيقه مشكلتي يا جماعه مش لاقي لها حل. مشكلتي اني اتعودت عليكم. واحنا كمان يا استاذ، احنا كمان بجد. لو كل المشاكل زي مشاكلك يبقى بجد مفيش حل. اه والله يا ريت كل المشاكل زيك. الحقيقه انتوا شغالين كويس، انا سعيد معاكم. صحيح بيحصل بعض العك، يعني بيحصل في كل مكان يعني طبعا العك طبعا مش في ايديكم، بس انا كنت اتمنى طبعا الدهيتين الوليتين دولت اللي اسمهم يا استاذ فوزي. خلاص بقى خلاص، بس انت قلت نتكلم بصراحه فتحي. صح بصراحه. صح الله، حضرتك قلت نتكلم بصراحه، انا عشان كده كنت بتكلم في موضوع زين ده بصراحه. استاذ استاذ. ايوه يا زين. قول استاذ. خلاص ركزي. الفله في المنافله كويس، والفيل في المنديل، وخالتي بتسلم عليك وتقول لك خلاص خلاص. بس اسمح لي بقى في حاجه يا استاذ، ده مؤاخذه، انا جالي احساس كده ان في حد بيجيب في سيرتي وبقطع فيا وبقول ان انا ريحتي تعبانه. كباكه كباكه، مش انا كباكه كباكه. هتخشع يا حبيبي. كباكه اللي كان بيتكلم عنه. خلاص خلاص يا زين، ده بشكر فيه. طب يا جماعه بس علشان احنا لازم نرجع لشغلنا. ايه يا جماعه، ده فاضل 10 دقايق على الهوا. يلا يا جماعه، فتحي عايز اشوف الشرايط، سناء اشوفك في الكنترول. يلا يا جماعه، يلا سوري يا جماعه، هنكمل الاجتماع بعدين. اتفضل مفيش وقت. اوكي باي. بكره تخشع يا جميل. باي. اخشع. طب تعاكس كده. بتكلم جد؟ الفيل في المنديل وخالتك بتسلم عليا؟ عيب عليك، عيب عليك يا نجم. عارف يا زين، لو عملت حاجة غير اللي احنا اتفقنا عليها هعمل فيك ايه؟ ما عليك هتعمل ايه؟ انت عارف هعمل ايه؟ لو مش عارف خليها ابو فجر. عيب عليك يا باشا، كل اللي اتفقنا عليه حصل بالحرف، وهتشوف بنفسك. الظاهر الواد فتحي عنده حق. لا انا بحبك. تتكلموا بصوت واطي يبقى بتقولوا حاجه سر. انت جيت؟ اكيد. هاي يا جماعه، احنا جاهزين؟ هاي. حمزه دخل الاستوديو؟ فتحي هاتي هات القلم اللي في ايدك. امسك يا استاذ. هو حمزه بيها يتكلم فيها يا استاذه؟ ايه ده، تصدق ما قاليش فعلا؟ سناء هو ما قالكيش هيتكلم في ايه في حلقه النهارده؟ لا هو قال لي هيتكلم عن مزاج الراجل. مزاج الراجل؟ يبقى كده شكله هيتكلم عن المخدرات. لا لا لا، ايه ده ايه ده، ما تقولش كده، ربنا يستر. يلا يا جماعه 5 4 3 2 1. اتفضل يا استاذ حمزه. كل راجل في الدنيا له مزاج، وانا لما بتكلم عن المزاج هنا ما اقصدش اللي انتوا بتفكروا فيه، مخدرات أو خمرة أو حتى ستات. الناس تعرف أكيد تفرق بين المزاج وبين الكيف. أنا بتكلم عن المزاج اللطيف اللي يخلي أي راجل مبسوط. هتستغربوا كلكم لما تعرفوا إيه هو المزاج اللي بتكلم عنه. تفتكروا إيه؟ طيب، بما أنكم قرفتوني في البرنامج ده أنا قلت أعرفكم النهاردة. تفتكروا مزاجه إيه النهاردة؟ شكله رايق ومطقطق ومزنهر، التلاتة، أنا مطمن يا جماعة. بسببكم أنتوا بعتوني عن مزاجي اللي هو المطبخ. أنا بستمتع كل يوم لما أدخل المطبخ وأطبخ. بستمتع باللي بعمله. ظلمنا الراجل يا سمير. كنت بحسبه هيتكلم عن المخدرات. وده معناه إن في رجالة كتير هوايتها المطبخ. سياسيين، مثقفين. يعني أنا شخصياً أعرف منهم ناس كتير بيرجعوا البيت يلبسوا المريالة ويدخلوا المطبخ. دايماً كده. الحاجة اللي متخصصة فيها الستات الرجالة بيعملوها بالتقنية أكتر وبيتقنوها أكتر. فأنا قررت النهاردة طالما بقالي كتير ما دخلتش المطبخ بسبب البرنامج ده إن أنقل المطبخ هنا. بس المفاجأة بقى إن في حد
له الفضل عليا، علمني الطبخ بستمتع وانا بطبخ. هي ست فنانه في المطبخ بجد. اتفضلي يا عزيزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا محضر لك حاجات جميله هي. ايه يا استاذ؟ يا استاذ ربنا يوجعك. ليه كده بس؟ يا خبر اسود، الحاجه دي دخلت هنا من غير ما نعرف ولا نشوف. معلش يا عزيزه انا اسف. اسف ان عطلتك. بعدين انت عارف ان العربيه سايباها لوحدها. ما خلاص يا عزيزه قلت اسف. هموت واعرف الست دي ازاي كانت في الاستوديو. اقطع هوا يا سمير بسرعه. ما ينفعش ما ينفعش. ثواني بس اظبط المايك عشان الجماعه بتوع الصوت بيزعلوا. وماله؟ بقول لك يا عزيزه سيبك من التكليف واستاذ حمزه، دي البت جمالات بتقول لي يا حمزه، قولي لي انت كمان، قولي لي ياض يا حمزه، ده انت حبيبي. دي كزشطانه. ماشي يا زيزو، بس انا ما كنتش عايز اشيل التكليف. خلاص ماشي. مهم هعملك النهارده كبده اسكندراني على ابوها. يا سلام، وانا محضر لك شويه حاجات برضو على ابوها جدا عشان تعملي لنا الحاجات دي. لحظه واحده. يا سلام، ده انا بنبسط انبساط معاك يا زيزه. والمطبخ سلام فين ايامك. ايه الحمد لله الحمد لله. عاوزك بقى يلا بقى قولي لنا المقادير. هو القرف اللي بيحصل ده انتوا مرتبينه؟ مرتبينه ايه؟ انا اصلا مش عارفه اعمل ايه. والست هانم رئيس التحرير ايه؟ هوا؟ والله العظيم ما اعرفش. انا عايز افهم الحاجه دي دخلت الاستوديو ازاي؟ حضرتك يا بنات دخلت الاستوديو يبقى دخلت من الباب. ازاي دي بقى اكيد خطفتها كده؟ هتهرب؟ معلش انت كانت نومه ايه؟ كانت لابسه طاقه لك يعني؟ خلاص ازاي دخلت وما شفتوهاش؟ خلاص يا شريف اقطع الهوا. اعمل ايه؟ ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش. طب انا اعمل ايه؟ سمير طلعوا لي فاصل. استاذ حمزه، استاذ حمزه عايزين نطلع فاصل. فاصل ايه يا ابني؟ لسه ابتدينا. يلا بلاش كلام كتير. طلعوا ورقه وقلم واكتبوا المقادير. المقادير: نص كيلو كبده جاموسي او بقري او مجمده، اظن دي بقى ارخص حاجه عشان تعرف يا استاذ ان احنا بنساعد في التوفير وعشان الاقتصاد كمان. يا سلام، ومن هنا سميت حصه الاقتصاد والتدبير المنزلي. يا سلام عليك يا زوزو يا جميل. يلا هنقول بقى ايه. اول حاجه هنجيب فلفل احمر مولع وحبيتين فلفل اخضر. تمام ماشي. بس انا عايز اقول للساده المشاهدين اللي عنده بواسير ما ياكلش لا الفلفل ولا الشطه. اديني نبهت. الله عليك الله عليك. فعلا اللي عنده بواسير بيتعذب من الشط. بواسير ايه يا استاذ؟ بس بواسير ايه؟ بواسير. قول يا زوزو. خلاص ممكن ياكل برضه الفلفل والشطه ويدي المرهم من الجلوكاكين ده. برافو عليك. ممكن ياكل ويدهن مرهم جلوكاكين ده بالظبط. مش هنغلب يعني. تمام قول يا جميل. حط بقى هنا. بص بقى. هنجيب الزيت. اساعدك؟ يا ريت. اصل انت معلماني. الزيت ماشي. ده انا تربيت ايدك. ونحط الثوم عليه ونشوحه قليلا قليلا. الله عليك. امال يا استاذ. عند عزيزه تجد ما يهمك. تمام. المهم زي ما قلنا بقى الفلفل الشطه المولع والفلفل الاخضر. وتجيب ثلاث معالق خل. عايزه كم فص ثوم؟ طبعا. وفصين ثوم ثلاثه. اثنين. خدي. وتستعمل بقى زيت عباد تومين انت ومزاج الاكيله. يا ريت بقى اخواتنا في الكنترول ينزلوا لنا المقادير على الشاشه. يلا اكتب المقادير يا استاذ. اكتب. ما ينفعش ما تكتبش بعد ما قال اكتب. انا حسابي مع الراجل ده بعدين. ما انا قلت لك نقطع الهوا. والله ما ينفعش. حمدي بيه بعت لي وقال لي ما تقطعش. فتحي الست دي دخلت واحنا في الاجتماع اكيد. ده اكيد يا استاذه. زائد ان انا شايف ان هي مش عامله لنا اي مشاكل على فكره. ده الموضوع ده ممكن يخلي فيه مشاهده اكتر. افتكروا الكلمه دي كويس. استني يا زيزه ما انا اجيب لك دي تقطعي عليها اللي انت عايزاه. هنحط ايه بقى يا سيدي؟ ثلاث معالق خل كبار. ثلاث معالق خل كبار.
وعصير ليمون. ماشي؟ ماشي. قطع لي الليمونه دي. عينيا. وملح وفلفل، ادي الملح. وادي الفلفل. ماشي؟ ماشي. ونشوح كده التوم في الزيت قليلا. الله، قليلا، حلوه قليلا دي يا زيزه. امال والنبي ما اجيب الفلفل. يا ظهري ناولني الفلفل ينوبك سوا فيا ظهري وجعني. لا الف سلامة. الف سلامة يا زيزو. انا رحت المستوصف، ما انا قلت لك يا زيزو، والدكتور قال لي لازم تعملي علاج طبيعي. قلت له يعني ايه؟ اكل من اعشاب من الارض؟ اعشاب ايه؟ لا طبعا انت فاهمه غلط. ما اعرفش بقى، قال لي لازم تعملي علاج طبيعي وتعملي مساج. مساج مساج. أقول لي ما يسماش ده مساج مساج أو ما يسماش. المهم هنجيب بقى الفلفل الأخضر ده اللي أنت جبته لي. قطعته ما قطعتوش ليه؟ حالا أهو. طب لا مؤاخذة يا أسطى. ماشي. وهنجيب فصين توم أو تلاتة وملح وفلفل أسود. حلو الكلام؟ حلو. وشطة عشان يولعوا كده. وبعدين تكملي لي المساج. قلت له لا يا اخويا، هو انا اجي عندك عشان تجيب لي راجل يقعد يفعص في رجلي وظهري وجسمي؟ لا يا اخويا ليه يعني؟ ده ايه الفضايح دي بس يا ربي؟ انت بتضحك على ايه؟ بصراحه بضحك على يفعص، بصراحه الست دي مسخره، رهيبه رهيبه تحفه. طب بص قدامك وقعد لي مسكاتك. حاضر هلقطك حاضر. طب ما في ستات يا زيزه بيعملوا المساك ده. لا يا اخويا انا ما بحبش ابدا المساك ده، ايدين راجل احلى. يا وليه. الله يحفظك. وبعدين كملي بقى العمايل دي. بص بقى شوحنا التوم اهو لغايه ما بقى لونه ذهب يجنن. هتجيب بقى الكبده وتضيفها. انا ماشي انا ماشي. ده احنا نقعناها. طب نقعتهاش، اديني طبق لما نقعها بسرعه واتبلها. طيب حاضر. يا دي الخيبه. خدي ده. معلش معلش معلش، البرنامج برنامجك براحتك خالص. حاسه اني قاعده في بيتنا والنبي. لا حد مستعجل ولا مهلنا اهو. هتعملي كده تبلي الكبده تتنقع وتنقعيها وبالليمون. ماشي. والخل. ايوه كده، ساعدنا الله يسيئك. حاضر عيني. وتعملوا زي ما بعمل كده. خدوا بالكم بقى، خدوا المقادير وشوفوا زيزه بتعمل ازاي. انا مجربها رائعه. بس خلاص زي ما قلنا بقى، شوحنا اهو بقى لونه ذهبي وجميل. ايوه. هنضيف بقى الكبده اهو. يا سلام. وخلي بالك يا وليه انت وهي، الخل والليمون اخر حاجه. اخر ايه؟ حاجه. وتقعد تقلب فيها كده اهو على نار هاديه لغايه ما تحس انها استوت. يا سلام. وكده تبقى دي كبده عزيزه. عارف الفرق يا استاذ بين كبدة الناس وكبدة عزيزة؟ لا مش عارف. التوقيت. التوقيت في الخل والتوم، هما بيحطوا الخليط بدري، أنا بحطه متأخر، وهو ده الفرق. يا سلام يا زيزة. يا سلام. إلا قولي لي، مش عاوزة تقولي حاجة لجمهورك يا زيزة؟ يا أستاذ، عايزة أقول لهم الأستاذ ده اتحمل مسؤوليتي عشان يطلعني في التلفزيون ليكم. وخباني في الاستوديو عشان اعلمكم فن طبيخ عزيزة، عشان هو برضو بيقول ان انا احسن طباخة اكل اكلها، ويا رب يا رب اكون نجحت في انكم تاكلوا كبدة بطعم عزيزة. يا سلام. بقول لك عزيزة، معكيش رغيف عيش؟ في يا اخويا. تعرفت منين انه هنا العيش؟ بقى انت بقى اللي ورا كل ده. ماشي، انا حسابي مع اللي مشغلك. كمل نومك، عامل نفسك نايم كمان. دي نومي شويه. هروب يا زين. بقول لك ايه يا استاذ؟ قولي. ما تجيب العيال اللي ورا الكاميرا ياكلوا معانا لقمه، حرام يعني. والله عندك حق. يلا سيبوا الكاميرات وتعالوا. يلا يلا بسرعه. ثواني وهتستوي وهتاكلوا احلى كبده.
يلا كله مد ايديكم ما تتكسفوش. عيش اهو. ايوه ايوه كده. سندوتشات بقى. استني اقلب. خلاص كده بقى انت هتعدل عليا ولا ايه يا استاذ؟ لا 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 ده انا تلميذي استاذه. كوري انت صفيفه ما اكلتيش امسكي. تتكسفي. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ قولي. وزينا على لحم بطنه يا عين امه من الصبح. تعال سوق العبور بقى بهبقت ميخة. يلا خش. مش عارفه اقول لك ايه يا شريف. وانا مش عارفه اقول ايه. طب انت هتعمل ايه في الموضوع ده؟ والله بقى لو ما ترفدتش لحد بكره هقول لك هعمل ايه. دوم ادعي لي. حاضر ادعي لك من زمان. خد يا واد يا زين. بسم الله حبيبتي يا زوزة. اللي قولي لي يا عزيزة. أمرني يا عسل. مش عايزة تقولي حاجة لجمهورك تاني؟ اه. ما أنا قلت لهم يا رب يكون عجبتهم كبدة عزيزة ويدوقوها. أدوق معاك. اتفضلي بالهنا والشفا. والأستاذة رئيسة التحرير عاجبك اللي بيحصل ده؟ والله العظيم معرفش. والله العظيم في ناس كتير قوي تعرفش تقول الكلام ده وتصدقه. عارفين ليه؟ لانه طالع من هنا من القلب. السلام عليكم. تصبحوا على خير. يا اخويا ما تحفش بقى انا ناديشك عشان قدري. انا والشيف على قلبك حبيبي. خد انت بقى. ايه رايك؟ انا عاوز ازود. خدها وبلاش احنا بقى يا زين، خدها وبلاش احنا. اهدى. نديته جعان، هياكلنا. اهلا اهلا هلو. بسم الله. ايه الواد ده بيحب الفلفل. اه سمي الله يا واد قبل ما تاكل. ليه كده يا حمزه بيه؟ هو ايه اللي ليه؟ على فكره انت هتشكرني قريب قوي، ثم انا متحمل مسؤوليه فقرتي. بس انا متحمل مسؤوليه البرامج كلها. اوعى تزعق يا ولد. يا حمزه بيه في بروديوسر كمان كانت لازم تبقى عارفه. بجد حرام عليك، حرام عليك. ليه مسامي تقطع عيش من البرنامج ده؟ انا اسف يا استاذه ايه. هو ايه اصله ده يا اخويا؟ يا عم خد لك لقمة وخلص. لقمة واعمل حاج. بقت ميغا فعلا. فرحان بصوته. ايه رايك يا زيزة اغير لك اسم البرنامج نخليه ميغا؟ الله يجنن. جديد. جديد والله. ميغا بس. انت بتعمل كده ليه؟ ليه عايز تقطع رزقي؟ ليه عايز تضرني انا وفتحي؟ خلاص بقى هي فكره وعدت. لا ما عدتش. الكلام ده ما يحصلش في البرنامج بتاعي. عادي على فكره يا استاذ، انا فدا الاستاذ. وانت ذنبك انت كمان. ذنبك ايه تتضر؟ مش هيعمل حاجه. ده لوكلوك وبطنه فاضيه. طب انا همشي. على فكره الكبده حلوه قوي يا استاذ. تسلم ايديك. تسلم ايديك. تعيش يا اخويا. ده انا اللي عاملاه. على ان انا يعني مسؤول عن خلاص بقى بنت النصابه مشي. اه ده انا صدقت انك مش عارفه. طب ليه يا حمزه كده؟ ليه يا حمزه كده؟ انا كنت مندمجه. حمزه حاف؟ لا حمزه بالكبده. هات الساندوتش بتاعي. هات يا زوزو. احلى حاجه في الموضوع ان مفيش ثغره عدت مننا. الجريمه الكامله. وبكره بقى يا زوزو ايه؟ هتتشهر وكل الناس ايه؟ هتشاور عليكي في الشارع. هات يا قرن فلفل. ان شاء الله يخليكي ليا يا ايه. تسلم ايدك. تسلم يا غاليه. ايه بقى الفلفل المنديل دي يا زين؟ فلفل منديل، فلنا في المنافلة. ايه الشغل القديم ده؟ انت مش فاهمك انت في اصول الصنعة. لا ان كان على زين بقى سيبهولي لان في بينا حاجات كتير. ده عيب في البخاخة. ما انا بقول لك ليه ايه؟ يا اخي ده انت كنت هتفضحنا يخرب بيتك. كل اللي كنت خايف منه ان حد يلمح الواد زين ده وهو داخل ومع الست الكريمة.
بس الحمد لله عد. طب يا جماعه استاذن انا بقى، تعالى خدني في طريقك يا واد يا زين. يلا تسلم لنا يا زوزو. باي باي يا زوزو. تكير يا بيبي يا نجمه. يخرب بيت ام الفلفل حامي موت. بس انت ايه رايك بقى في الاجتماع اللي انا عملته قبل البرنامج على طول؟ المول ده كله تمام بقى خلاص. طيب كده بقى واحد واحد. نعم يا اختي، واحد واحد كده، أربعة واحد. ليه بقى إن شاء الله؟ هيبة صاحبتك واحد، ماشي؟ ماشي. ميجي البرنامج اتنين، أوكي؟ أوكي. مجرد موافقتي على إنك تبقي معايا وتساعديني اتنين، تمام؟ تلاتة. لا يا حبيبتي، أنا أقصد دي باتنين. يا ابن نصابة بنت. ثم ايه بقى جملة انت كده هتقطع عيشي؟ ارتفيشال قوي. ارتفيشال ايه ده، انت لسه بتقولي انا كنت مصدقك. ده اندماج يا استاذ. هتقطع عيشي يا استاذ حمزة. تضحك على ايه؟ على فكرة بيقول احسن منك بكتير. على فكرة ممكن واحدة كمان، واحدة كمان. هتقطع عيشي يا استاذ حمزة. لو ايه 600 جنيه رياكشنات. يا جماعه كده الناس هتاخد بالها وهيعرفوا ان احنا متفقين. انتوا بتهرجوا. متفقين؟ ده زين لوحده لو كان حد بس لمحه كنا كلنا اتكشفنا. زين اصله جاي على 12 ولد. 12 ده حقيقه؟ بصي حاجه، احنا دلوقتي هنرقص بالص الايد كده والايد في الوسط هنا. يلا تارارا بام 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 تارارا بام 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 بام. يلا 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 اوكي يلا. لا يا اخويا انا ما امسكش ايدك. تمام ماما. عايزاكي تعلمي بابا كل اللي اتعلمتيه. ماشي. اعلم ابوك ازاي اذا كان مش عايز يتعلم يشرب السوب زي انا وبشربه؟ السوب؟ انت قلتي السوب دلوقتي. احبك قوي. يلا يا ماما حاولي. يلا من بعيد بليز عشان خاطري. يلا ماما يلا امسكي ايده من بعيد. يلا 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 يلا. استنى احط المزيكا. ما تخافيش بسرعه. يلا ايه كفايه كده. يلا معلش معلش. تعمل ايه بيت يا تعمل ايه بيت؟ انا يا اصل ما بعمل بيت كده.